وفي منطقة الليسيلي هكذا انطلاقاتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، شوطنا السادس للمهجنات الأصايل اللي جاية أعلنت انطلاقته وبدايته مع هذه الشعارات والأسماء. أتقدم مع المراكز الأولى، أتقدم مع المركز الأول، وأتقدم مع ندى على المركز الأول. بخيت بن عيلان بن بخيت بن كراز السبوسي من يتقدم على المركز الأول، ويقدم ندى في صدارة هذه الأسماء. المركز الثاني، المركز الثاني القادمة رهف، رهف راشد بن سعيد بن علي المزروعي من يقدم رهف على المركز الثاني. أراك محمد بن حمد بن حميد العويسي القادم على المركز الثالث. نقل للمركز الرابع والضبي وعلي بن حميد بن سيف بن بدر القادم العليلي يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس وتابع الشاهينية راشد بن علي بن محمد النيادي القادم في هذه اللحظات. والمركز المركز السادس، ناخذ المركز السادس والدرعية لراشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي الكتبي القادم على سادس المراكز. سابع المراكز نتابع في هذه اللحظات، ما شاء الله الحضور والتقدم من قبل المركز السابع. ناخذ المركز الثامن ونتابع المركز الثامن والقادم في هذه اللحظات والمتسللة على مركزنا الثامن. المركز السابع، نتابع المركز السابع. شعار بن غويث يتقدم مع نوف سلطان بن سيب بن مبارك بن غويث الكتبي. ناخذ المركز الثامن مباشرة مع المركز الثامن. هذه غارة القادمة، غارة وضحي بن مبارك بن ضحي الكتبي يقدم غارة القادمة على المركز الثامن. تاسع مراكزنا، الفاتنة نايد بن مسلم بن زفنة العامري القادم. والمركز العاشر هذه اللي وصلت دلوعة، يا سلام، أحمد بن علي بن حميد الرزي الشامسي يقدم دلوعة على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة مع ندانا الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة. يا هي من أسماء قادمة وشعارات قادمة وسلالات قادمة، لكن ندى من بحثت عن الندى بحثت عن الصدارة والمقدمة. ما شاء الله، بخيت بن عيلان بن بخيت بن كراز السبوسي يتقدم على المركز الأول وعلى الصدارة. شعار بن بدر العليلي قادم مع الضبي علي بن حميد بن سيب بن بدر العليلي. وبن غويث من الجانب الآخر، بن غويث يقدم القادمة والمنطلقة بهذا الانطلاق والأداء المتميز. هذه نوف سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث الكتب الثنين كيلو متر غادرناهن في هذه اللحظات. ناخذ المركز الرابع ونتابع الدرعية لراشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي الكتبي القادم. المركز الخامس، المركز الخامس هذه الشاهينية راشد بن علي بن محمد بن كليب النيادي القادم على المركز الخامس. سادس المراكز، أراك القادمة، أراك العويسي محمد بن حمد بن حميد العويسي القادم على المركز السادس. سابع المراكز، وصول من الوثبة سيب بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي، أول ندى للوثبة، وكذلك مراسيم علي بن راشد بن مفتاح الشامسي يقدم مراسيم، أول ندى لمراسيم. وصل في هذه اللحظات، تقدمت متعبة محسن بن علي بن سعيد العويسي وشعار بن كليب على المركز العاشر. يقدم متعبة كذلك عبد العزيز بن سيب بن علي بن كليب الكتبي قادم ممثل المدام الدايم. شوف الشعارات، تابع الأسماء، هجر سعيد بن عبد الهادي الشهواني قادم. 1200 غادرنا لوحة الإعلان، لكن ندى
العناوين، ندى على الصدارة، ندى على المقدمة، تقتحم الكيلو متر الأخير بمفتاح قادم يا بن كراز، قادم مع معمر رشيم، علي بن راشد بمفتاح الشامسي يقدم النوعيات الفريدة، شوف القدوم من متعبة محسن بن علي بن سعيد العويسي، قادم مع متعبة ثلاثية ثلاثية ثلاثية، ما بين العويسي ما بين بن كراز ما بين بن مفتاح، ما شاء الله بن غويث على المركز الرابع، الشهواني قادم مع هجر على المركز الخامس، لكن عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، مراسيم 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 ومتعبة، مراسيم ومتعبة، العويسي وبن مفتاح الشامسي، معركة ثنائية، السلام ما بين الثنتين، الله، لكن بن مفتاح مراسيم مراسيم، علي بن راشد بن مفتاح الشامسي يتقدم على المركز الأول، يتقدم على الصدارة، بدأنا نقترب يا راعي متعبة من المقصورة الرئيسية، متعبة على المركز الثاني، محسن بن علي بن سعيد العويسي، لكن شوط اللقاية المهجنات الأصايل يذهب إلى مراسيم مراسيم مراسيم، تهانينا والناموس لعلي بن راشد بن مفتاح الشامسي، من قدم مراسيم بهذا الأداء المتميز بهذا الشكل الفريد، ما شاء الله تبارك الله، المركز الثاني متعبة لمحسن بن علي بن سعيد العويسي، المركز الثالث نتابع المركز الثالث، شوف الدخول على المركز الثالث، هذه ود لراشد بن سالم بن حلوكة، المركز الرابع المركز الرابع المركز الرابع جود لحمدان بن سعيد بن يابر، المركز الخامس المركز الخامس كان الدخول جماعي مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود مع مراسيم، والتوقيت حملتها مراسيم 7:34 من الثانية في الخمسة كيلومترات، تهانينا والناموس لعلي بن راشد بن مفتاح الشامسي على فوز مراسيم، المركز الثاني 7:35 هذه متعبة لمحسن بن علي بن سعيد العويسي، المركز الثالث المركز الثالث نتابع، هذه ود لراشد بن سالم بن سعيد بن حلوكة، شعار بن حلوكة وصل على المركز الثالث على ما أظن، وحمل التوقيت 7:43.6 من الثانية، المركز الرابع وصل شعار على المركز الرابع بن غويث مع انطلاقة نوف سلطان بن سيف بن غويث اكتب، المركز الخامس شعار حمدان بن سعيد بن يابر، هكذا هي النتيجة، تهانينا والناموس للجميع.